الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يكتر ما لو ثلاثي مزد فيه كدوحة في تهزة أكري أولا كي همزيك أولا كي همزيك حرفي دوان حتما وتوان لأقل لقاء زادي كين أو إن فعلة برسبو أقرأ حرفي دوما لبيني حرفي كما كاف فصل كود أولا حرفي السيمة على يعني كذا بابي لا يفعل فعله بابي يفتح على دروس سبع يعني قاعدة كي أبا يقدو حرف الزالي أول كي همزوية النون اللي قبال همزكا زيادة كي كابو إن زيادة يوتا إن يا وتاني مثلا همزوتي قاعدة تكنا كده فنال اتفعل علي افتعل كده يفتنا بابي يفتح على دروس سبع أقو اجتماع يجتمع اجتماعا أم باباش قو بابا كي بيشتري خوي لقل بابا كي بيشتري شعنا سعين دوانا كتريش وهو اللي مطاوعتي فعله أمي بو شيء عدوى بحما شيء وبو مطاوعة مطاوعة ما باسكت شيء يعني قاعدة كاواكاتو أم بابي افتعالة كيفينش حرفية بو بلنجام ودلنجامي فاعلي فعليه ثلاثي مجردة كمتعدي به كابرايك مثلا وتي ضربته يا وتي مثلا جمعته جمعت مثلا دنانينا يا جمعت الإبلة يا جمعت القوم فاجتمعوا حالي راكم كعود دلنجامي بكريكا كفعلك ثلاثي مجردي متعدي كذبه ليرا يا برنجامة كيدا بشي تعبيرك هي بابا يفتي على تعبيرك هي مطاوع كمان باس تكلك مع قبول يا ثري فعلي فعلك أم قصية يعني برنجامي ويشاء كتو قوم عندك لو دعي دلنجامة كشون دلمري بابا يفتعال ويكاتي وهو لمطاوعتك فعل كان فعل فعلت ثلاثة درجه متعدي وقد جمعته فاجتمع عوانيا يعني منكم كيدو او ايش كوبي واني كذا كان مثل كعب سكر ثاني ايش اجي من سليق تو اجي سرنا كلنا على فاجتمع واني اجي هولا كيدا كوشك كده دلنجامي نبونات ولا فاجتمع كعب فاجتمع تعبيره لشيده دلنجامي ايش كان جامي تاو إيه أم تعلي وبمعنى تفاعل المشاركة لباب افتعالي كده معنى كان مطاوع معنى يتري شيء هي كبو معنى بمعنى تفاعلات وتفاعل بمشاركة رودبو واني هدو كان يكسان ولا فعلك وكو بابي فاعلنا وبابي فاعلي كان فاعل باقي تلا مفعول لولا عكس كظمني بو بس تفاعل مشاركة هدو كان بيك وبيك ودس فيك ويا لباب افتعالي شمان معنى تفاعلتها ومشاركة بكاري هنري وقلت شي اختصموا وقلت اختصموا سا اختصمات يعني شي يعني دوك زبي وين دوك سادر سبي اختصامنا دروس نابي واني كتولي اختصم كي زيدون وعمرو هذي رايح هندي لصفي كان عنين اوام ما دي فعلكي واكا بمشاركة بك نجم عني بابا كبه اذا ما دي فعلك بدوك استفينا هذا سلم بابا حتى مشاركة تاكو اتصامو وكو اشتراكو يساو شو الشراكة بيني بخبار يقول اشتراكة عندو عن خاصة ما بيطا طلبنا قشكو الشراك سيئ بدوك ازمن بيكو كابو خوتي ما دي فعلك اي خوازين نك بابك بسكا حالي بوي بس اما يشاتونو تسر بابك اما انا بابك بمعنى مطاوعية وعنى مشاركة والله مقصيش معنى هيك على إنه خصوصي مع الدير نجم مثلا قلنا قاعدة كي صار في باب يفتح له بمشاركة هاتفي باب يفتح له بمشاركة له بمطاوعية بس هند مع الدير في على هي خوي مشاركة جاية أكو بابي أكو شيء اختصروا اشتراك أخوي ولي أخرى وهر واش معنى كتير شيء غير معنى مشاركة غير معنى مطاوعش بروس الحاشي كي خواره كل اتخاذ نحو اشتوى بيش قال له كوتي قولوا لي مشاركتي بلغت أضل جيكا قرد عقيكا قرد عقيكا ولي أخرى تجو قولوا لي زاده زاده لألا يتوهم 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 أن المراد بمعنى تفاعل وهو التكلفي ونحوه على بوشي وتي بمعنى تفاعل للمشاركة بو قدي مشاركة بو هنا
واسوك على بيش وش تيجي تنمعود الباب تفعليك شو معنيه بو تجاهلة وعنيه بو تكلفة ايه وش تكلف ويا وادا خاكنيتي بلا مهشتي لأصلا وكو والا تجاهلتو خوما ايال كيوك خوما كل بجاهل تواتي نكي كان باب تفعل مانا تكلفة كيتي وزين بو مشارك كي كامي علين خودي مادة كي بي معنى الله كي بو مشارك كي ولم يقل وللمشاركة مع أنه أقصروا لئلا يتوهم أن المعتبر هنا مطلق المشاركة ومشاركة مفاعلة أنجال نشي وتيسي بمعنى تفعل للمشاركة نقول للمشاركة يا راوة قبي وتوه لمطابعة فعل وللمشاركة خوك تربو بوينا وسكتاك ومسنا واقو ما نبري كمطلق مشاركة لم بابها معتبرة حال مشاركة يبه حالي براكم يا مشاركة مفاعلة بابي فعل قاتل بينه بابي تفعل بتاو دقمانا ناسي حالي براكم ايه شكرا تقرأ باشا كوتي وشيخ تصميم بكار هنا تيجينك بل نمونكا تيجيشنك مطلق مشاركة نية ألا نقيد وشيخ ونمونكا مطلق مشاركة ممنوعنا عاكد اعتباري قل جيما نموني ابن وانت المعنى ببويك مطلق مشاركة حال مجول مشاركة يبه ايه قولوا لي أخرى وقوله للأخرى كالاتخاذ وكو اتخاذ اتخاذ يعني شيء والقتل وكو شيء اشتوى يعني شيء اشتكيو اشتوى يعني اتخذه شبيا بالشكي بدو برجاوي اشتوى اللحم واشتكيو ورقل بشي ببرجاوي ورقل وعدي هنا اخوة قالينا اخوة اشتوى الكباب اشتوى اللحم اشتوى الدجاجة يعني اتخذ الدجاجة شويا عليه لكن يا مشويا إيه والاجتهاد في تحصيل أصلي أعياب وكوشش كده بو يعني دي أصلي فعلك يا إشي أصلي فعلك كده بده دي بكوشش خل دينات في أي ناحية كل اكتسبه كي شو رأي اكتسبه يعني جهدة بدل الجودة في الاكتسابي شو المحاولة كده كا كسبتي كده سكبة وأنا جاهد سيكون أنا بعرف أنت سينا كتو إيه جالس هي من جاكم ولا قاعدة بعثكم إذا كان وإذا كان فاء افتعل من حروف أتثاد ذورين ساش أتثاد ذوذين ذوزين ذوزين ساش وصين ضاطو زوية إيه جاز الادغام بقلب التاء إليه لكنه خلاف القياس قاعدة كما وضع عليه أما قاعدة كما بابه هكذا فاعي باب افتعال وأتفع الفعلك كخوف يكيل وزنك ولنونك جيمك أو هكاتك أم فعل فعل حرف ولا حرف كان شيء بيت فلا حروف بيت أمعنى أتثدودين شخصين ضد ضوية أما في الانجي حروف بيت حروف بيت يعني شعرك دروس كلا وهل وراء خلا وتجور الشعر أم جاء معنى كي شيء معنى كي الله أعلم معنى إني هندن تهدر حسن دكتور هو شيء كي بينعني والله أصل وصاصينية حالي بقى ما هاد تقريبا تعبيره هندي قال أنت وبسيط وتنتهي حالة شوانا أو براسي هاد تأويله يعني هاد قصية كلا وعينا وكو معنا الجملة هج معنا أنا بشيء أقر هات وقولين همزة بو تاب و ثاب بو دال بو ذال بو الزاي بو سين بو شين بو صاد بو ضاد بو طاب ضاد بو واو يا بو أيكي على معنا بو دروسة شبكين دروسة تيكا كان بجنسي فعل فعلك او تيكا زيما كنو انا لان ايجي تماعا اقا جي ما كان لشوين ثابو جي ما كان دالبو جي ما كان ذالبو اتوعين تيكاش قلبو كان بجنسي او فعل فعلك وكو عيدة بكي عالي براكم كوابو سامة صابونا منا استمع معنى استمع كان بجنسي سينك استمع استمع يقول لا يسمعون ها لا يستمعون لا يستمعون أو يستمعون يصبر الإصافات أم بابه شكرا وقلبي سيتيك كرا وبسين كجنسي فعل فعلك لغم كرا باشا برا إيه جاز الإدغام بلام لكنه شيء خلاف القياسي بلام أم قلبه كأقرب يسواني قياسه بو قرآن قياسك ويك قياسك تشيع يكمك دغم كري لدوامك فعل فعلك دغم كري ل قلبي يكم كري بدوام ندوام كري بيكم قياسك ويا قلبي يكم بكري حلف يكم قلبي كري بدوام
استعمل الدوام قال ما كان بيا كم تجلس برام قصدك هذا عن شونه؟ بلفن. يعني تقول مثلاً حرف كان يا بيش كتب فعل فعل بيش كتب. فعل فعل بيش يتأهل. تيجي كده دعوة يا. يعني خوي قال يا أصبي يا سافر هنا بيه أم جيم القلب جيم بتاعك بيجي يقول لك كذي عكسه لو هنا ولا هي كم كا. بلفن. علي برام طبعاً أنا قياس لك يو هن دعوتي ولكن خلاف القياسي من قياسي لغوياً يا قياسي عرفية. شو هو قياسك؟ قياسك عرفية العرفة عوايا ترى اللغة تأتيك شو هذا عرفة قياس عرفية كوها معنى في عليها أما قياسي التطبيق وكورية اللغة بيك وتأتيك وين دعوتي رعاتي تيناك وتأتيبناك لعرفة أبواي وأبواي وانيا أما لدروي التطبيق اللغة وتأكرا أبروك سنبو خيرو كالي شي إذا كان فاو يفتح لك فاو يفتح لك قلنا خصوص جبنا قال دقيقة أنسب الذكر باب التفعيل تفعل وتفعل هنا لا فيما يأتي بأن يقول إذا كان فاو افتعل وتفعل وتفعل من حروف التلزوزين جاز الادغام بقلب التاء إليه قياسا في الآخرين مع في الآخرين في الآخرين مع الزاد مع زيادة الهمزة فيهما نحو اطهر وعلى خلاف في الأول كيستمع على خلاف أو في الأول كالسمع كيستمع السمع إلا أن المؤلف إلا أن المؤلف راعي قياسا راعي قياسية القلب بينهما وبين افتعل في القاعدة الآتية ولذا ذكرهما ذكرهما معه ذكرهما معه في فيها لا هنا جعل رساوتي إذا كان فاو افتعل على باش لو أنا بيتفعلوا يفتعلوا ويتفعلوا تفعل هرسي كاني بين آية شو قول قاعدة بابا شموني هرسي كانك يعني بي هكا فعل في اللي كان أمس يعني حرفه ولو حرفانه بقلبي كان بابا كشي ما مصاحة ليرا ماني ليرا بس وتي إذا كان الفاو يفتعل بس لمو دوادية هكا عليك إذا وقع بعد ذا يفتعل وتفعل أدواء توزع خلاف قياسا لا خلاف قياسا لا لا خلاف في قصير ولا شيء. أفهم الخلبة أيضا إذا وقع بعد افتعل وتفعل. اللي يعرف كان ريزك كشيء لما تنهبز افتعل بعسكر وأنا أبو. أبوه أمشي بو تاعه. وما ما هتشعك تبو. يا سكان. وأنا براكم. أم جابوا تاعه قياسا في الأخيرين ولا لدوانا كي أخيري أنا كتفعل وتفعل يا. لي قياس شو كحل فيك القلب كيف الدوام. والفكرة مراعاة القراءة. نعم. والله حمزة الأولى دعاني. خلاف في قياس في الأولي. والله من يفتعلها في ثواني قياس شو الدوام كي بيها كم. أبا هاوي تابع اشتلبو. والله بوها ينوتوا شو كما مصير مؤلف شي كدوا مراعاة قياس كي كدوا. أما خلاف في قياس لو أنا قياسية. لما ما دام قياسينية. تبع الأول كقياسينية. قياسي كان لغير قياسي شاكلو تو. علي بالعكم. لذلك فما جاز الادغام بقلب التاء إليه أو تائك هاتوا اجتمع بن سينت السمع أو كتئس سمع هل أو اجتمع المثلين كدروز بوا سينيا كم دغنا بالسيني دوام بح إذا وانا قينك السيني دوام مش دغ سيني دوام كم قررتوا بنا سينيا كم اشتوابت شو يعني هل هو أدرك بلن دغم جاي ما ندعم خلاف في قياسنية أبي ما حال فيها كم كده بدون كتير دوم ما كان بيها كم أبدا الدغم يعني كنت يعني هم خلاف في عرفة يعني هو الدغم كده خلاف عايش هم خلاف في عرفة ما قلت وش تيجي تلا لا أنا قلت ما لا حرف كان أتى تلدون يعني هم زي شيء تعب وانيا واو شيء تعب ضوية يا شيء تعب هذا دروس تاع معليش بصير ها بين مكاني اقراته مثلا وانا ارفع الفعل باب يفتح على همزه لا هو واني همزه يا سيبو يا واو يا واو الم كانت جائزه يا واجبه
كاتي واجبة تقرأت وامزو واو يابو هل في علة أنا مش عارف زيش مهموز لو كاتي قلبك تقلبي واجب نتر حاج عايز ويوامسي حرفي سيسنا كده علي كل جاز ايدي خامو كا أبو سك قصد الجكالة شي يجب استثناء حرفين أعني الهمزة والتاء والواو والياء والواو والياء من الحرفين أين الطرفين الأول أعني الأول أعني همزوتي لا بلا لسرتاش واوية كهو شوابي تكا تقول هاتو أعمال أبون وش تيجي لا بيني وبينه؟ أكتر تيجي قاعد وتجتمع مسلم بس تبيعش. الواجب دغم كي. إذا فعل فين بابي بتعلق ويتابعه. ما دخله. إذا تاجي اجتماع مسلم الواجب دغم كي. كابي من الطرفين حرفين يعني دوان الأول ودوان الأخير ولا ب ولا بني شو كان الواجب تي أنا. ما هو كل شيء من هناك. ولا؟ كوا. كوا. كبر إيه التوا. تعالى اهتوى ايه وهو كان صار همزه فعل فعلا ابي كنت تجيب كلمه بهمزه بتر ايه ايه اوى ايه ايه دغم يكي ايه اوى ايه اوى ايه اوى هذا يقول ايش فرقيت بالتبعنا باع او الكتابه ترك ده ترك خلاص باب افتعال ترك همزيت يا زاد كفلا ايه بيخلص باب افتعال ترك ات ترك شيرو ده كوبني دوتي ايه بس تدر منك واجب ايه ترك ات ترك يعني بوابي اولك وعده بيخلص باب افتعال ات يو يو تا يو تا عدا يو تا عدا يو تا عدا يو تا عدا كان وواك قلب كيم بتي كبي إتا إتا وعا قلب كيم بتي وواك قلب كيم عفتي كا قلب كيم بني ب هاوشيوي أيوة وتسي وكاتب ب يو وعا يو وعا يو وعا هذا يابي يا بس يكبسي يتبس يتبس يت يت تبس إيه نا إي إي تبس إي إي تبس إيه افتح على بيتك كبسي بيع دار مكي يتبس إي إي بس إي إي بس إي بس إيه أولو شوارع أنا أبي سناك رأيي وتعالى هم أنا جاز الادغام كله أنا واجبة وأنا واجبة عادي براكم إيه رون نفسك كم شو قال عليه شوارع وقال أنا حاشي قال عقيلة شيء جاز الادغام أتوقع قالوا من حروف من حروف قال المحشي قال المحشي محشي يجب استثناء حرفين من الحرفين أي طرفين انتهى يعني وقتك قضي جي يعني قضي جي وعبتها يعني أن هذا القاعدة هذه القاعدة أن هذه القاعدة مختص مختصة بغير الهمزة والتاء والواو والياء لأنه جرت لو جرت فيها لزم اجتماع الهمزات في الماضي في الماضي والياءات والياء وواوين المضارع وهو ثقيل وهو ثقيل ولازم ولازم تحصيل الحاصل في التاء تعمل الله شيء شو كذا هذا وابو واو ياكو بيواني ده أنا دروز بيستماعي أجا دو هم زكو أجا بو هم زب والله كي دو هم زكو بيتو لما أجا يا أبو دو يا كو بيتو تابو دو تا كو بيت وابو دو أو كو بيتو وابي قرص الإسباني قاعد بس بس لا يبالي هو قال تابو تحصيل حاصلة بلى دو تا دو تا قوي هل خوش بيه بيه كده بتاع معني راك مش في نيكي تانية بلى إيه وأيضا وأيضا إذا وقع إذا وقع بعد تاء افتعل وتفاعل وتفعل من تلك الحروف
يجوز الادغام بقلب التاء بما بعده على القياس وزيادة الهمزة في الأخيرين نحو الطهر في الأخيرين في الأخيرين هل وحا قاعدة جتر أما تبان قاعدة دوهما أجر هاتو لدويت يكو عتب أم جا عين فعل شيبو تأثرت ما فعل فعل حرف من الحل في بيت أجر هاتو عين فعل لك حرف من الحل في بيت على الكاتك يكي لم بيتانا أو بيتانا بيت حل في أدى ثلاثة شخص صدرين ضضوية لدويت يكو حاتن يعني لو عين فعل حاتن يكام بابي بابي افتعال أخوي بابي تفعلك تباعد بابي تفعلك تكسر أم حرفان واقع أبو دروس الادغامي تيابك شون كي تيكا كين بشي بجنسي حرف عين فعلك أم هو بقياس بكملو أو تزايدة كي أيه يعني قلب يجن بجنسي فعل حرفك دواي خوي تفعل فعل عين فعل ليفتعل عين فعل ويا ليتفعل فعل فعل ليتفعل شا فعل فعل والله قياسة وأنا شو أحس همي لا همي أنا كي قلبك إني كم قلبك إني بدوها كعمر عاتي قياس عرفي كمان كدوا هذي بلاكن تفعل وتفعل فعل فعلك قلبك إني نعم تيك قلبك إني فعل فعل تيك قلبك إني فعلك حروف ثانية والله ليه فتعل تيك قلبك إني بعين الفعل رونا والله مش تيجي تلاكين لم دواني أخيرا كتفعل وتفاعل أبي همزيك دواني لأخيرا زاكن بوي كقلب ما كذو داغم ما كذو لازم كان همزيك جبيني بوي إنا بابا كان أخيرا لتو في الأخيرين يعني كيف تفعل وتفاعل باشا أو كشي لمنا قام اطهر وإثاقل يساعد الطهر أصغي شي بوي طهر أصغي طهر أي كلمة أبي أصغي طهر شي بي تطهر بي تطهر وتكسر ما بتفعلني إيه تطهر كأبو همزة مشددة وهي بلى هل يعني أصلا يخرج مشددة همزة همزة بلى هناك هاكا تطهر هوني بلى ما كده يسوي تطهر طاكة أنت يعني شيء كن تك قلبك ما تجيب طاء وشي طاطهر اجتماع مسلمين رويدا أول ساكن أكيد باشي كل ما ساكن كشويني بخويني نعم ساكنين كم جار نابد بس يمكن حال كم زيكي بصوري بو يعني ويتا بين ساكنين طاب اطهر كاو سا اطهر شبابك افتعال اطهر لكيو حكاياتك تفعلي اطهر لسوزني تفعل وقلبك وعلى كل حمزة كم وزاك دو بابك ناقوري علوي بالا اطهر اساسي وزنك اساسي تفعل بالا اللي تجنا شيء ايه بالا اي ثاقل اصدقي اخوي تثاقل وتباعد تثاقل تثاقل تلقى قلبك ماشي تثاقل اجتماع المثلين رويدا او ساكن قلنا تشالنج شيء بين همزه بين دغمه كده اثاقل شبابك اثاقل تفاعل ما لكم الثاقلت من هذا صوت توبا ما لكم الثاقلت من الأرض ما لكم الثاقلتم يعني تفاقلتم ايه حاليوي كابو لم دواني أخيرا أنا أشعر شي من هنا أمزيك من هنا تيجي شي براكم ايه جاي براكم جال سؤال أخواله ولا إنك موقعين رونا أرداخي قولوا جاز الادغام أي وتركه قولوا جاز الادغام خطي كمان يبنى دوز رأيو
نبو ونجاز الادغام اي شيء قالوا جاز الادغام اي وتركوه اي يعني شيء وتركوه من لا جازع يعني شيء يعني دروس شتر كي كي جازع واجب نية بودهي بي كي بوش هي ناي كي وقصي معنى جازع جازع يعني شيء يعني دروس هيك دروس شا ناي كي أو جازع الدغام وتركوه أو عقصة كلا وش اللي قلع يا مراد بيسي لم يجيب بي جازع يعني شيء واجب نية على الهاتف أنا إذا جاء ممنوع عيشة جوزيف أمين أبو كيانرو بما بعده بما بعده وفاء وفي هو وفاء في تفعل وتفاعل وعين في افتعل وقالوا وزاد ونزدي إما عطف على الادغام كما قيل فحينئذ يكون قوله فيجوز من الجواز عن الإمكان العام المقيد عام المقيم قال إمكان العام المقيد مقيد بجانب الوجود يشمل الواجب يشمل الواجب والممكن لا بمعنى الإمكان الخاص يعني ذات الأخيرين واجبة في الأخيرين واجبة ويكون قوله الآتي والآزفة معطوفا عليه أيضا أنا قصدي كوتي وزيادة الرمز عطف وصيك يوم على الادغام يعني كابو يجوز الادغام ويجوز زيادة الهمزة يعني بلد دقرا قادة وابي أو فيجوشي يجوزو بلد شو معنى يكي دي يكي دي يعني دروست ادغام وشو معنى دروستيتك دروستيك معنى هي كمختصة بشيو بإمكان يعني إمكاني هي بكري بلد برام بشيء أي مكانه بيوسه بجاني بيبونه كهات بونه شو نتبونه أي هرول ده يكبر يا بهدو شواك أو كهات أم واج كاري واج كاري جوزو أنا أم جائزة أم جواز جوازك كم معنى إمكانه برام شيء إمكانه إمكانه كمقيدة بس رادو بجاني بوجوده إسأي ما هم من إمكاني بون من هي أم قدرنا إمكاني بوني هي برام مقيدة ما شيء بجاني بوجوده شان الدنيا ده بوني هي هلا ما عنده بون العقل خمان لو أنا حاسك إنسان ما عنده شوال فيه هبه هاي دو فيه هاي سيدا سي هبه أحتي ما بي عقلي الله ناقره جايز نيه إنسان هبه دو سري هبه شوال سري هبه بلان كده ينسل جانبي وجود تنا يكسر بيني كابو أرين أو جا أو جواز ذيك أخوات دعنا ولا خلقا مقيدة بجانبي وجود هوا سري وجودك اللي وجود وعلى أنت تعاني تحويلك أو أن نوعي هي لا عقل تحريكات تيايا جعله شيء جوز جرى آواهية معناه يجيبونيها أي شيء معناه جائز ذكا بجوري إمكان لبونا شو الإمكان يبي لبونا شو ممكن يبي بهدو كان وبي يا بي كان وبي يسأل بيت على اللي تفعلوا يتقل يا ببي حمزة نعبي كعبلي يا مقيد جانب وجوده ببي حمزة بي بلا ليفت على حمزة نبي يبي رونا دیگه شبیرم تا وقتا که واقعتا وقتا جوز بلاغه اگه امکانی خاص به برای جوز یعنی جایزه که ممکنی خاصه ای بس واجب که گفته وانی وقتا افتعال بر نکره اونه ولامی اویا بله وحذف الهمزه الاول للاستغناء اونه وقتا ستیگه شیر قاعده که جاي قصدي عليه عليه حقوق للمنكاوتي نحو الطهرة والثاقلة بيبوتا الثاقلة والطهرة بيجريق سقيق وبعد افتاي افتعل وتفعل وتفعل واي واي بيبوتا وين لف لف نشي شيء بمرتبة كشيء تشويشي قل لا تيك يا ما أنا بقول إيه باشا أم جا وحذف همزة وحذف الهمزة الأول للاستغناء أم جاء يعني دروس تا يجوز الادغامه وهاي رقم ويجوز زيادة الهمزة في الأخيرين طلعمه يجوز حذف الهمزة دروس تا حذف همزة كيك الأول كان كي افتعلها لا افتعلها كذا كمان سنتيجة قالوا كيف بجنس عين الفعل كان أكاد يشبه همزة كان عمله
كيش بقى حمزة كنا مع أتوعي حمزة كسي بقين لا بني بوشي اللي استغنائي لا بني شيء بيشمان في نعم يعني وقو يختصم يا سا يختصم يعني اختصم ده اختصم كما تاك أنا في لقى شيء صادة على البيت تيجي قلب كيم صاد إخ صصامة داخل مين كين إخ صم إخ نعم. إخصصامة خيكة شيء لهذا مفتوحة لا أبو حمزة كشي لكن لا شيء بنت أنا خصصامة أنا بلان كعو دروسة شيء بكين حمزة كلا إيه حمزة كا حمزة يكم يعني كبابي افتعال لا يبالين أم حمزة فات معين وحزي فاش بني نوعني وحزي فات حمزة الأول للاستغنائي والزيادة وزيادتي وحث وحث فيه أو عن شيء وهذا شيء وكتوين بيخبيني بو وزيادتي يا عطف بوصل شيء يا وتي عطف بوصل الدغام على كقربة يا بوصل شيء بوصل على الإدغامي يا سينا نعم وزيادة نعم وصل قلبك أجا مكسور به عطف وصل قلبك أكين يجوز الادغام بقلب التاء بزيادة الهمزة بحذف همزة اذا مجرور به عطف صوت شيء قلب قال مجرور به وزيته اذا مرفوع به عطف صوت ادغامك فعيل يجوز كذا ويجوز زيادة الهمزة ويجوز حذفه علي رقم قولنا مقصية بس قولنا لأنك أفرميت لقصان شكا وزيادة الهمزة عطف على على تي قوله الإدغام على قولي إيد على قولي إدغام مقصية طار وصو شيء إدغام بو مرفوع كيف أي شو يتكي شيء تاني قصية طار أي مجوع علي يعطف صي إدغام يعطف صو شيء قلب أصبحنا كامل نزكتي ببا جوانية كامل معنى كي جوانتي كامل معنى جوانتي ببا أو علي بلعكم ايه بلعكم فيجوز في ماضيه فضجي قصيك ينا والله إذا وقع كنيا قولوا بعد تايف تعالى فضجي الله شي بعد تأو تفعالى تعرف تعال تعرف تفعل على شيء على كذي ضرب اليوم نعم ضرب اليوم ضرب اليوم الأمن هناك أوعت على يعني شيء ولا بعد تعرف تعالك وشيء بعد تعرف تفعلك كضرب اليوم وعت على يعني كذاك الضرب إضافة كراب ولا يوم أم إضافة ضرب كراب ولا يوم بل عن إضافة كافيك تقديرة يعني كضرب في اليوم أي إضافة كراب ولا تفعل بعد التعين لتفعل لأن لام محذوفة بعد التعين لتفعل بآية لبت إضافة كمعنى لام لها وقصولنا الضرب اليوم معنى فيها علي وليد هيك دينا قرتي ايه ام جاوبتك ابو وحذف همزة الاول للاستغناء فيجوز في ماضيه فتح الفاعل بنقل حركة التاء اليها وكسرها بتحريكها بالكسر لانه الاصل في تحريك الساكن ام جاء كذا كباب افتعل عثمان تيجا مع قلب كتب عين فعلك اشمان بهمزة كنما ومعنى هيش ستشواشي وبيخوين لقوة النواية يكم يعني لما أضيك يا همزة كلابين فعل فعل مفتوحة كين تقع حركة شيء يا حركة يعني فتيا كين نقل كين بلايك يا حركة فعل فعلك نقل كين بلاي فعل فعلك يعني تأي خصمة همزة كلابة خصمة بفتحي يخوين نواني بوش معنى هيش يبكين بكسي بلاين خصمة خوين نوا بو تقع كلابلوي خويش يدلو سبيه خيكا خوي ساكنة تيكا ساكنة كقل ما تروح في دوا مش إخ وأنا إخ صصامة صادي دوم مش ساكنة يا كم ساكنة شير وعدات اجتماع مثلين وأنا
اجتماعي التقاء ساكنين الوضع التقاء ساكنين الوضع ما هي شيء كان تحريك كان بكسرة إذا حرك حرك بكسرة خلينا شيء خصة مع شو أصل تحريك ساكنة أو إيه كاد دو ساكن كوب نوع يعني كا حركة بينه بعد شو حركة شيء بينه كسرة بينه وايا إخ يعني إخ صارة خاك الساكن نو سيدك خاك الساكن دو ساكن كسرة خلينا يعني يخص صارة أنا جاهز أذكرها بخيص صلاة. ويجوز إثباته. نظراً إلى أصل سكوني. وزتيب كين همزة كش بيالي نواني إثبات على إثبات الهمزة تي. ويجوز شيء إثباته. إثبات دي همزة ك همزة كش بيالي نو حاس فينا كين. هو نظراً إلى أصل سكوني. وهذا من الأصل سكوني هي سام فتحة كاتو بقلب قدر وزبو فتحة كا. أم في حد طول الدغمة كلا بريف سكونة كهر ما ولا أصلا. باب افتعال أصلا فعرف أنت شيء. ساكنة لا بد يرواني كذن بو أو أصلا همزة كيرينا وعني لقال أبو شباب وان هي فعل فيس مفتوح كين خلنا إي خاص صامة وان أكسو يقول خلنا إي خيص صامة علي بي رون أقصك نحو إي خاص صامة إي خيص صامة هل يكي تقاوه سوال لغة دروز بو دواني أنا دوان مفتوحي بمجروري مكسوري بابوني همزة كشواني طوا رون أبلاكم أما الماضي كاع وفي مضارعه فتح الفاعل وكسره مع فتح الفاعل أو كسرها اتباعا لكسر الفاعل لا مضارع كاشيا ومعنى هي بها ماشي وفعل فين مفتوح كين يا مكسور كين أنجا حق مضارع كين مفتوح به يا مكسور به كعبو خينا شي يخصمو تعال يخصمو 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 أما فتح هذا قلت كيها إذا فتح يعني فعل مضارع كاع باك سخو إنه يا أخي صامو يا أخي صامو باشا أما دوان فتح فاعل لقال كيا لقال كسدي حرف مضارع كاع باشا مضارع كم جا خوي أم جا بوسط أم جا كسر لقال كسدي ليه كسري مضارع كده لقال كسدي فاعل يا أخي صيمو يا أخي صيمو يا أخي صيمو إيه مضارع مربعانية يا أخي الصيمو كعبو معنى هاتيب كين أو شوينا معنى كم لغة دي كد يا أخي الصمو أما يك باشا يا أخي الصمو أما دو يا يا أخي يا أخي الصيمو أما سي يا أخي الصيمو أما تشوال يا أخي الصيمو وهم يا أخي الصيمون عالوي وعن حاتوا باشا بو بمان هي عن فعل كسر حرف مضارع كان مضارع كان مكسور كين وعنية وجه حرف مضارع كان مكسور كين أرى يتبع عن كسر الفاعل باشا يقول تين كسر ما نفع في لك مكسور به يي يخصمو حرف مضارع كان مكسور كين يي يعني يخصمو أما مكسور كين حرف مضارع كان الوقت يتبع يعني شو يقول تين شيء فعل فعلك رونا رونا وفي مصدره ثبوت الهمزة وحذفها بروح سيكونك وقولوا يتبع عن لقض الجكاء مشكر بعدم جواز كسر الله يعرف وليس قولوا اتباعا مشعر بعدم جواز كسر حرف المضارعة مع فتح الفاعل مع فتح الفاعل وليس كذلك ركوتي اتباعا واقع يعني اقل هاتو واني اقل هاتو فاعل شلك مرتوح بدلوزنية اقل فاعل فعل مرتوح بدلوزنية مضارعة كسر بيني على والله موانية فنجوز كسرها
حملين على صورة الكسر. آه وعنيها؟ ما. هذا بس بوك ويك وادا يعني كلام مثلاً دس لا. وجيجا مكسور بعد روز بوه مفتوح بيوك وهو عفاق شيء. ما. حالي بلكن بكسروا حالي سمي خواصي هذا البابي. بما قالوا من أن كل ما فيه أولي همزة وصل مكسورتين يجوز في مضارعي كسر حرف مضارعة على بكو هل تنا خاصين بن بابو قاعدة كسر في معنى حرف على حرف على مضارع أول جه همزة به همزة وصل مكسورة به درس إلا مضارع كع حرف مضارع كمكسور كي حالي بلا وفي مصدره ثبوت الهمزة ثبوت الهمزة وحذفها كما في الماضي أم جاء لي مصدر أشياء أوتمان لا اختصما لا خصما كل ما شو اللغة لا اختصما شو اللغة إيجا مثلا بيخ مثلا مصدر كي خصا من أيش بحماش دروسة همزة كي بيقول إنه أنا حاسس في همزة كي يخصا من يخصا من خصا من خصا من شو اللغة ده كأي معلي بالعكم إيه كما في الماضي كما في الماضي قلت له الماضي ابو مان هبو همزه كذا لا بين همزه كبيرين وعندي شبه ماشي اهو بالضبط هذه بلاكم ايه بروك سي قضيه مخر قال لاغي كان لو قالوا كما في الماضي اي مع كسر الفاء بنقل حركه التاء اليه وفتحه بتاء على تحريكه بالفتح الذي وأخف الحركات. إيه يعني كار وكوسون الماضي كمان مش نقل حركات وكو. إيه. وقد يقال في فتحه وكذا في كسره بتحريكه بكسره. بالكسر عدام الموجودي. بلى. وإيجاد المعدوم. هذا على مثلا لا أترى ولا قاعدة عن بابها. يعني. مثلا أترى عدام الموجود إيجاد معدوم. أو هي لا يبرا أو إني بي هنا. وهي لا يبرأ وينية بيه بي هنا مهم زكا خلوان آجي وعنيها لتحريك كاع وكذا يقال في فتحه سمى مفتوحي كان سمى مكسوري كان وتحريك وكسر وتوانا في إعدامي موجود إيجادي معدوم أو إكا هي فتحة كان لا بلا دواتيها كسر بينا إيه ويمكن أن يقال ويمكن يقال أن يقال أنه اشتق خصاما من دون الهمزة من خصما وإخصاما من إخصاما الله يتوانا اشتقي تبولين بولين اقل هاد اوان لا مصدقاء او ايكا مصدر همزة بيوانية او لا خصما بي همزة شق كراوة او اي همزة بيوانية لا اي خصما بي همزة دار شق كراوة بلا خلا شونا لاني شونا يعني ساق عني إخصاما وإخصاما لكي درهن راوة لا يخصمه يخصنا دلهن راع ولا مخصامن وخصامن لا خصمه وخصامن دلهن راع كانت شيء فرقي يعني وهي كان همزة كلا لما نمضي لك لما ضجع لها براوة لما صلكات همزة تابعي ما وزكى هذي بنا اللي عابنا لما ضجع لها لما صلك لها ما بردو تابعي ما وزكى هذي برام أوكي شو ندرس كنا كي دروس يمكن أيوة وفي اسم الفاعلين وفي اسم الفاعل كسر الميم اتباعا للفاء حروها ليس مفاعل كش ابو ما هي ميم كيس مفاعل كتيجي مكسور كي وقلت له حرف المضارع كما مكسور كل بقى خالي شلون كودي فاعل فلك اسم مثلا خاص ما يخص ابو مخصص رمي خاني ميخص اه على خير شو ميخص بله ايه ميخص مخصص بله يا كابتن دوزة تن لغة دكا سي لغة دكا مخصص مخصم أمدي مخصم آه تيجي شبران سير واضح حبلاكم شو أنا كان ليش مفعل سيانك مخصم 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 مخصمون 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 مخصم أو سير لغات مخصم ناخر إنتو مخصم أمريكان هو صار أصلك إيه مخصم أما دوم مخصم مخصم لا فلتو مخصم مخصم هذا يقول لك ما خصم مش نافلتو ما خصمش أيش نافلتو رونا برام تقول صدق سقط الجكر
ثلاثة داغي ولا ثلاثة داغي. في المصدر يجوز في المصدر اتباعا قولي اتباعا ظاهره ما هو استقلالا في صورة أنا قصدت قرى داغيك ظاهره أن كسرة الميم في صورتك كسر الفاء فقط في صورة كسر الفاء فقط كيف مثلا ميمك مغسولة كي لما يكف على فعل مغسول به كأوفى لو قادر يصير فعلي ثلاثة ثلاثة إيه شبير عكم جاء برسال أم جاء برسال قصد جاكا اتباع الفاء أي استقلالا في صورة وحملا في أخرى يوخن جاء له تيجي ليك أنا أخوي مثلا سرب أخويا وليك شان حمل يكي إيه لا وكان يدير حمل في القرآن أي طبعا أيوان القرآن وقيل لا يجوز حذف الهمزة في ماضي افتعالي لألا يلتمس بالتفعيل أما إيك النصر في كان عليها لباب افتعال قال هاتو عين فعلك حرف ولا حرف في بيت باشا كقلبي تعين تاك كلابة جنسي عين فعلك دروز نياح همزة كلابة لي بوك هذا شو كخاصة من هذا يعني آيك وفرحة واتاني يا أصلا افتعال بو قلب تاك كلابة وايا جان بقيل هنا يأتي عم بقيل هنا يأتي بلان خوك سكيبا قوتيشا إذا كان خاصة من شون جاكي نواني خاصة من باب تفعيلة يا باب افتعالة أقا قلينا نبيه ليك جاناك يا توب ويلا بقيلة وترى ولا يجوز حذف الهمزة في ماضي افتعالي لفعلي ماضي باب افتعالة دلوزني همزة كحذف كين كاد إعلالي تياكل أبو تاكو لقل باب تفعيلة ليك نشن علي براكم رأميش بوينية بمعنى لك جاكريتو بخزان برام علي وبقلينا معنى بجا شو سر شو سر شو سر قضل جاكج عليك لفظا وصورة أو صورتين وصورتين فقط كما في مكسور الفاعل ويدفع بالقرائن تأمل أما قطك علي على كاتك مثلا اكتباس بين لفظا وصورة جاري بس خاصة ما أم لفظا كشي صورتك ايش يقول تلك وفرح واتعين خصمك وفرح واني يا بس صورين صورتك ايه وكو اوعي صورتك ايه بلان لفظك ايه انجي عواسة شو قلت وعين بلاي بان باو عنا جاي كين ابو يغلي اقا مكسور الفابو خصم ابو اسا خصم صورتك ايه وعين اخو انه كي واني واني خصم شو يقول لفرحها خصم ايه وايا بلان بشي لا ابري اعامش كالة بقرعين أتوعين بقرينة والعينين أم جاءت شوية صدق قال داغيك يا لا تبسة هذا الدليل هذا الدليل جاء جارين في المصدر فإن خصام يرتبس كذاب الله بكذاب نعم بكذابا إيه؟ لفظا وصورة إذا كان مكسور الفاء مكسور الفاء وصورة فقط إذا كان مفتوحة أو فليلزم القول بعدم قوله بعدم جواز حذف فيها من المصدر ايضا ماذا قال وكذا في على كذا ام دليل ليش ليس على المصدر كيش هذا دي وقلت له الماضي كا انا وتايا وقيل لا يجوز حذف الهمز في الماضي وتا في المصدر ايضا ماذا تقول اخي صامر ان شاء اخي صامر وكن كذابا معي على كذا كذب يكذب تكذيبا وكذابا وكذابا طلع صورتك عين لك يا شيء لكذابة شيء كمصر باب تفعيلة مصر السماعية كياتي وهي براكم كعبو أم أبي يعني يا تناس صورة لو شيء هذا مصر مفتوح به خاص عمل به مالك. خاص عمل له صورتها كل شيء وقت عليه بل لك بأنه كاعد جاوز النفذكة وعن صورتك يلق لك كذابة شيء كعبو أبي يقصد شيء كذابة وتايا وقيل لا يجوز حسن في الماضي والمصدري واضح ولكن وكذا في نعترة نعترة ايش يكن الا اني قال يكتفى يكتفى بالفرق التقديري وبدفع الالتباس بالقرائن ايك عاوك سجل امش قاعد الاسبوع بشي شعره سلك ما دوشت او فرق تقديري كهيا لا كسي عالم وفينوار يا أخوات قليلا بارش أبرا بوسين إلا
يا قسم ساوي طابق واو ساوي طابق إيه ويفعلما ويفعل له يك تلمع لو عني كواد وحرف تعزاك ليه يك والله كيه همزة يا حرف دوام تكراري لا ما فعلها ما قاعد يجي وياك عارف شو كأو كيه همزة بس هي شو عزاك لا يا همزة نون يا همزة تابع فصل بيننا يا يا همزة تكراري لا ما فعلها عارف راكم وزن شد درس بي افعل له درس بيكو يحمر يحمر احمرارا ده براكم وهو للمبالغة عن بابوش يادو للمبالغة بوز هذا ربي له معناه كاتي كمسلا قام جردك يا جاوز كان لو علم جردك كم بلان كبو بمزيد كم معناه كي يجي زوات زعتر به مثلا كاتي كتولي حمراني خوي سورة بس قالي احمر سور بويا وزور سور بويا يعني سور بويا علي براكم ويقتصدوا بالألوان والعيوب عن بابي ذات بابي يفعل لها زوته فعلاً اللي كمثل رنة يا فعلاً كواشيب كعيب بس وهي لم بعدين وكو يحمر رو كو يبيض رو كو يسود رو أمعنى وكو مثلاً يحول لو تيجي بعكم يعور رو على معنى أنا كعيب وعارب لم بعدين تقول أقسم بخير القول يحمر ربي تضعيف اللامي وإدغام أحد وإدغامي وإدغامي أحد المكررين أحد المكررين في الآخر إيه كلي أحمر رأي كأوح قصي أحمر الربوة وأني دولا ما كده بارا ودو دغم كلام اللي يقتلع وأني إيه توش قال إيه رعوة إيه رعوة أصله إرعو إرعوة وأني إرعوة وكو أحمر وأني إيه يعني كفة يعني كفة إيه بس كده رأي دغم أنا نقول إرعوة كتير تلو إرعوة وا كخلنا فيشتل وا دغم كلام اللي كاوتا ارعوا كو يحمر بل يتلا ارعوا انت هم بس لي على لك ايش تقديما للعلالي لكونه في الاخر وحصوله بالنظر الى حرف واحد على الادغام على باب شكرا اعلان في شيء ادغام خلا اعلان قلب كنيكي كان بالف بل دوم كراوة بقريب لي رأي بو 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 تقديمي على الكراوة شو قال حرف قال دو حرف علم لك كوتاي وان دو حرف علم هذا يعني كنتون ذا كوتاي قال دو حرف علم لك كوتنا كوتاي وان اعلانتي على تذاكر الدغام على لك لبيشت حالي بلاكم شو كذا قرأ هذا وأنتوا حرف الدغم قرأ عن ليك لا حرف علمون بيك في الدركون إيه رونا برام قولوا بالألواني قولوا بالألواني حقيقة أو حكما أو حكما فيدخل فيدخلوا نحو انهر القمر انهر رقبا انهر القمر انهر القمر انهر انهر القمر ماذا؟ اي قوي ضوءه اي قوي ضوءه ماذا؟ لان الضوء في حكم اللون واما نحو اذ ور اذ ور الليل انتصف فتاب وانقض الحائط فمن الانفعال فهو من القص قوض لن نقضي ماذا؟ على بابك أوتمان أن باب خاص بألوانه لو نكح حقيقي به وكو يحمر لك إخوة الرنية حقيقية يا الرنية كتي به حكمي به حكمي يعني وكو رنقوا به وكو ينهر القمر الله ينهر القمر يعني رنقي يعني ما نكاها رنقي كي بهزبو سبيت كي بهزبو لو ينهرها شنا مثلا أخوة رنية حقيقية والله الحكم شيء يا حكمي ربي والله عيت وجهك ما شاء الله كسر من ابي المعنى كلمت لمبع بي وكشي يرن يجنيه اكو اذ ور الليل اذ ور الليل يعني انتصر شو دولت بو ياخذ دولت بو كيرانا كي عيب يشا ثانيه والله وش عزه والله عندي انا عندي انا عيبي حكميه بالضبط عيبي شيء حكميه تقول دولت بو الليل يعني كاوقي التي كيت نقصه علي بلان
ايت وجهك الحين قبض الحائط ولي ولا كروخاء على بابي يعني قبض لتينا شيء بابي افتعال انفعال بابي ام بابي يفعل لني يعني ان قبض الاصل قبض يا اخوي اصلي قبض ان قبض بابي هم ذكروا انك زيان لسري علي بابي لنا قضنية ريسي وإن قضى أولي هذا عم زكو زاد الزاكرة علي براكم أقنا قضى وعيا أما أقول إن قضى وانيا إن قضى أقعد تقامي إن قضى قال ما لا يميك وشي إن قضى بابين في عالك يا بلا لكن قضى وهاد وقوي قضى ضيا إيه يا شبرام بلا طلعي شون جانك يا موكاتا مانيا؟ أيشال دليل قرائنا سري هيك وجهة النظر. يعني قضية قرأت وأمين قضية. أقول أنا قضوة ما دين قضية. بيخن سبابي انفعال بابي افعل له. بلى. بقى. على إنشي. النار إن قضى. بلى. كأولم باب نعيد. ناتوان إن قل نقض خين سبابي شيء. سبابي افعل لك ويحمر إليك. وما ذا سوى عيبني رخاني ديوار عيبني رخاني ديوار عيبني خابي رخ عيبك كرو عيبك بيد أبوه بويا أقول جلروا عيبي حكمي عجيبته إن قضبته هلا بابي في عالي بتقول نقضش به بابي في علبه باشا رونا براكم إذا نقض خير سبب انفعال شو هني خير سبب انفعال شيء نقض نقض انقضى انقضى نقض بخزاب انفعال 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 أظن اللي خلاص اجتماع مستر ولا بد دغمي عكين النقض وخير انت شيء النقض ينقض هذا عندون الكوبة طبعا سدغمي عكين هذا شيء النقض نهار ان دون الخير دون نابق نايخن لنا علي بوي ايه رحمة الله علينا.